كيف القضيه مع الباراسو؟ الباراسو قرر ان الغلاق الكادر غالي، الثوب غالي، والبيع شي والو والو. ولكن العام يكون احسن من العام اللي فات. لا لا العام الاول كان احسن، كانت السلعه رخيصه، الكادر رخيص، كل شيء رخيص. العام كل شيء غالي، الكادر غالي، والثوب غالي، الخدام غالي، والضو غالي، والضريبه غاليه. راه ما واحد يفك عباد الله، راه ما شاء الله. حتى تقريبا تطلع عليكم باراسو؟ هو على حساب المشرى. دابا الكادر خاوي 100 درهم. 100 درهم. مش حتى تبيعوا انتوما؟ كنبيعوا 110 120 100. ما كنديروا في والو. والناس قرا الغنم مابقاوش باغي يشريو. هذا العام ما شروش الناس، تخيلوا كيجيو مناقضين من رقعوه. نعاودوه. يقول لك عاود هذا نعاودوه لي. صافي مجددات راه شحال مخيط، راه شحال مخيط. الشاري ما كاينش البيع ديالو. والضريبه موجوده، قهرتنا الضريبه. هذا العام كاين الحركه عيانه شويه العام. حتى لا ترخى البحر، لا ترخى باقي العام ما تحركش. ان شاء الله العام الجاي تكون يكون بخير ان شاء الله. من العام الجاي حل الله، من هذا العام حل الله هذا العام. اذا هذا العام هذا ما كاين والو بحال العام الاخر. الوقت عيانه بزاف. الناس راه باركه تشوف لنا، كاين المحل باركه تيحب مره يحل مره ما يحلش وصافي. مع من تخدموا انتم اصلا؟ الحال نخدموا مع الناس الكليان على الله، على الكليان على الله، مره وكليان. مع الناس الكليان. كليان هذا العام ما كاينش، العام كل اللي كيمشي بلاصته يريح بلاصته. ومن العام الجاي يكون خير ان شاء الله. شنو تيدير باراسو فاش يتصيب؟ والباراسو قلت هذا العام ما قلت لك ما كاينش في السوق. هذا العام ما كاينش في السوق باش نعطيك الثمن، ما بقيتش نعطيك الثمن. هذا العام السلعه ما كايناش، ما بقيتش نعطيك الثمن ديال السلعه. هذا العام ما كاينش الرواج بحال العام اللي فات. هذا العام ناقص رواج. واخا العام اللي فات كانت كورونا وهذا. واخا العام اللي فات، هذا العام السلعه غاليه. شحال تقريبا تيطلع عليكم باراسو؟ باراسو تقريبا كيطلع 170 درهم 180. ومع من تتعاملوا انتم؟ مع الناس العاديين ولا الشركات؟ كنتعاونوا مع الناس العاديين حرفيه، كنبيعوا لهم خارج كاس. ولكن لا رواج لا والو، حركه شويه قليله وهو الثمن تزاد. اما بالنسبه للكليان يجي وداك الشيء ما كاين والو، قليل بنادم دابا ما بقاش كيف كان شحال هذا. وكيفاش قليل بنادم؟ الناس دابا البحور راه عامره يعني وتحركات القضيه شويه. لا بالنسبه لذوك اللي كيكلوا باراسولات وداك الشيء كانوا كيجيو عندنا كيتقداو وداك الشيء، دابا ما بقى والو. دابا حتى الكليان كيجي قليل مره في شحال، كيسمع الثمن بعدا تزاد كيزيد بحالو، كيقول لك تنشوفو نزيد. شحال دابا داير باراسول؟ دابا باراسول من 160 درهم 200 درهم. كان في الاول 120 درهم 100 درهم، دابا تزاد. دابا الكادر خاوي كناخذوه ب 100 درهم. وعلاش زادت الكادر مات؟ حيت مابقاش كيدخل، كان كيدخل من برا هكا والشين والصبليون، دابا مابقاش تحبس حيت ما كاينش كيتصايبش هنا. هادشي تاع الترام يأثر عليكم ولا ما؟ أثر علينا. بالنسبة للستاسيون ممكن بنادم كيستاسيون هنا مابقاش أثر علينا. أثر البلاصة ما تصيبهاش، البلاصة ما يسواش هنا، ما يصيبش بلاصة يزيد حاله.